المنيا، المدينة التي حملت اسم مرضعة الفرعون خوفو، أرضعها الإرهاب دماء 25 من أبنائها الذين ما زال دمهم يهيمن على من اعتاد المصريون تسميتها بعروس الصعيد الجميلة. 4 ملايين منياوي تضمهم هذه الأرض الطيبة، فيها يحلمون وفيها ينكسرون، فيها يزرعون وفيها يحصدون وقد لا يحصدون، هكذا تعودوا منذ فجر التاريخ وحتى اليوم. الشأن المصري والأقباط جزء من الشأن المصري. أنا معايا قائمة فندم قوامها 45، الأقباط الموجودين فيها 9. يعني عايزين نتكلم تبقى نظرتنا عامة، تقسيم المجتمع هو ده اللي بيضر. أولا إحنا قبل كل حاجة مصريين، جزء مشاكل مصر هي مشاكل الأقباط، جزء من مشاكل مصر لا تنفصل عنه. لو انصلح الحال في مصر هينصلح حال الأقباط وينصلح حال غير الأقباط وينصلح حال النوبيين وينصلح حال غرب وشرق وبحر. يعني أنا ما بحبش هذا الفرز يعني، وأنا دايما بتعامل بطبيعتي على أني أنا قبل كل شيء مصري. بس المرشح لما بيدخل الانتخابات البرلمانية بيعتمد على شريحة، ما مين الشريحة اللي بتقول الشريحة دي هتنتخبني؟ إذا كان التصنيف على أني قبطي، أولا ده حاجة تشرفني، لكن أنا في المقام الأول مصري. دي دايرة مختلفة في أنها بتحكمها القبلية والعصبية، لأي مدى ده هيلعب دور في الانتخابات البرلمانية هنا في الدائرة دي؟ المفترض اللي أضاع حقوق الصعيد على مدى عقود الاختيارات اللي كانت دايما بتتشدق بالقبلية والعصبية، مشكلة في أفراد من المسؤولين القائمين على الإدارة في مصر غير أسوية، لكن ليس توجه للدولة. يعني أنا على سبيل المثال مش هذكر أسماء، كان عندنا بعض القائمين على الأمن هنا حلولنا في الفترة اللي فاتت مشكلة بناء الكنائس، كانوا بالإذن كده شفاهةً كان بيتم، في مسؤولين آخرين من الصغيرين بيعوقوا. مساحات خضراء شاسعة تمنح المصريين قطنا وقصبا سكرا، وتعطي المصريين طريقا وحيدا للحياة، طريق التعايش بين مسلميها وأقباطها. فابتنت كنيسة السيدة العذراء في ذات الوقت الذي شيدت القدس كنيسة القيامة، واستقبلت الإسلام بعد ذلك برحابة صدرها المنفتح لتمر من نوافذه كل الرياح من كل الجهات. شفت ورقه النهارده لاحد المرشحين، خلاص اعتبر انا هدخل الجنه يعني بكره ان شاء الله كده، اول ما دي في الجنه، طلبات في الجنه، ده كلام فاضي، انا عايزه بواقعي. وما فيش شغل، ده القريه يعتبر تعبان، ما فيش مشروع مفتوح للشباب اللي هنا. طيب القريه تعبانه، طب افتحوا لنا مشروع نشتغل فيه. عندنا مصرف بيصب في الترعه، الترعه اللي احنا كلنا بنشرب منها، واللي الزرع عندنا بيشرب منها، وعشان كده عندنا اكبر نسب وباء عندنا في المنيا، اكبر نسب بطاله عندنا في المنيا، وده يعني حاجات مظبوطه يعني. فاحنا عايزين اللي يجي يكون يد واحده، يد واحده، مسيحيين، مسلمين، شباب، كل يد واحده، مفيش حد، مصريين، احنا مصريين. انا هنا بتكلم ان انا مصري، مصري. خبره الشباب قليله بس طموحهم عالي ومجهودهم اكبر، مش يعني الناس الكبيره اللي عندها خبره كبيره، هم أهل خبرة وأهل معرفة، وهم كلهم لهم منا كل التقدير والاحترام، بس لازم ندخل دم جديد في البرلمان، دم جديد في الحياة السياسية عموما. كم في القائمة اللي أنت فيها مسيحيين؟ من المنيا معايا شاب مسلم، ومعايا ست قيادة نسائية كبيرة، ومعايا حد شاعر، ومعايا حد مسيحي بس برضو قيادة مش شاب.
طيب هل وجودك في القائمة ده ديكور علشان تبقى القائمة دي فيها مسلمين ومسيحيين، فيها ذوي الخبرة، فيها الشباب؟ لا، هو مش ديكور، ما فيش حد تم اختياره في القائمة عن طريق الصدفة أو يعني لا، هو كل الناس اتعمل لها اختبار زي اختبار كده أو مقابلة في الحزب. كل واحد بيعرض وجهة نظره، بيعرض فكره، وبيعرض هو عايز يعمل ايه، وهو شايف المستقبل ازاي. بناء عليه تم اختيار كل مرشح فينا. يعني هو محدش، مش اختيار لاجل الشكل او لاجل المنظر العام، او هي قائمه داخله تنافس، مش داخله كديكور لقائم تانية. احنا داخلين على منافسه. انت في الصعيد قدام ناس كان ليهم تاريخ في البرلمانات قبل كده، انت اول مره تنزلي البرلمان. طب هما كان ليهم تاريخ قبل كده، ليه ما حلوش مشاكل الصعيد لما كانوا هما في البرلمان؟ هما ما قدروش يحلوا مشاكل الصعيد. فاعتقد ان الجيل الجديد، الشباب، فرصتهم اكثر في ان هم يحلوا مشاكل الصعيد. الى اي مدى انت عندك القدره انك تقنع الناخب اللي دخل قبل البرلمان المره دي؟ الناخب اللي قبل كده اقنع الناس مره واقنعهم الثانيه، بس مش هيقدر يضحك عليهم لثالث مره او لرابع مره. لا، خلاص الناس بدات يبقى عندها وعي وعندها ثقافه ان انا مين صاحب المصلحه ومين اللي عايز يخدمني بجد. في مصر بنقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. كان زمان عدد المرشحين المسيحيين في المية 19 مرشحا، معظمهم مرشحون ضمن التكتلات الانتخابية باتجاهاتها المختلفة. احنا خدنا اكتسبنا خبرة كبيرة جدا في آخر 4 سنين من نزولنا في الميدان والاحتكاك في العمل السياسي في الفترة اللي فاتت دي. كانت أفضل مجال وأكتر حاجة نقدر نقدم بيها ونوصل صوتنا لقدام وللقاهرة، للمركزية عامة، كون إن شاب من الصعيد ينزل على انتخابات مجلس الشعب. طيب إزاي هتقنع الناخب المسلم إنه يرشح؟ خليني أرجع وأقول لحضرتك، أنا مش هميز ما بين ناخب مسلم وناخب مسيحي. أنا هقول مش هتميز، يمكن هو يميز، فهتقنعه إزاي؟ هو يميز، أقنعه بعملي، أقنعه باللي أنا بعمله، أقنعه إن إحنا شباب نزلنا كنا كتف في كتف بعض في قلب الميدان في 25 وفي 30 وفي أحداث كتيرة جدا فاتت. السنين اللي فاتت ما كانش في حد بيقدر يفرق ما بيننا كمسلم ومسيحي. تسمحي لي حضرتك، لو أنا ماشي في الشارع هل أنا مكتوب على قورتي كده أنا مسيحي؟ ده كلام فيه كتير من المثالية. يمكن مش مكتوب فعلا على جبهتك أنت مسلم ولا مسيحي، بس في عربيات كتير بتمشي في الشارع تقدر تعرف من العربيه، مش من صاحبها، من العربيه بس، اذا كان مسلم ولا مسيحي. بتلاقي معلق الصليب. او المسلم حاطط المصحف. إيه، انا ضد ده تماما. انت اصغر مرشح ربما في الصعيد وعلى مدار انتخابات وعقود طويله يعني تمام. في البرلمان، منين جالك الجراه والدافع كمان؟ يعني سنين كتيرة كنا بنبقى حاطين عضو مجلس الشعب ده في هالة وقفص زجاجي كلنا بنتفرج عليه من بعيد. ما كانش في حد فينا يقدر يقول أنا هرشح نفسي في مجلس الشعب. خلينا متفقين إن من بعد 25 يناير في حواجز كتيرة جدا في مصر اتشالت. لكن ده ما يمنعش إن في مرشحين بالمصري كده عارفين دية الناخب، عارفين يعملوا ايه علشان الناخب ده يروح لحد الصندوق ويحط صوته للمرشح. انا معاكي جدا. خلينا متفقين ان الثقافات بدات تتغير، ومش الناخب ما بقاش زي زمان، بقى يحسبها كويس
وبقى يحسبها انت هتشتريني دلوقتي هل هتشتريني بعدين. فانا مقتنع تماما لان ده بيعرض علينا. بقت في ثقافة عندنا في مصر في الانتخابات اسمها ثقافة سمسرة الانتخابات، وناس دورهم الاول والاخير ان هم يشتروا ويحشدوا اصوات. بين الفلاح وبنك التنمية أو بنك التسليف الزراعي، إن الفوائد زادت وصلت لغاية 25%، يعني عشان يروح يجيب 10,000 جنيه ويتفاجأ إنه وصل 60,000 جنيه. طب هو أساساً البنك ده كان قائم زمان على خدمة الفلاح، تروح دلوقتي تلقى الطبيب البشري بيسحب منه، المدرس بيسحب منه، الصيدلي بيسحب منه. طب ما سبت إيه للفلاح؟ ولا لاقين جاز، ولا لاقين سبخ، إحنا يمكن لما نروح المستشفى نجيب علاج من السبخ البلدي لما نلعص فيه ليل ونهار. من يوم ما طلعت على ظهر الارض مع ابويا واخواتي وانا في الارض، اوكل ولا ابني ولا اشتري ولا ازرع في الارض. حرام خالص، احنا ما عندناش محصول قطن خالص هنا، القطن ما فيش قطن، القطن اتمنع. لغوا الدوره الزراعيه بتاع القطن. بتاع القطن اتلغت خالص، هو المفروض كان القطن ده كان عندنا هو كان ممشينا وكان مخلي الدنيا زهب الابيض. كان زهب الابيض. ما فيش قطن خالص. يبقى الحال على ما هو عليه. لو اتصلح الحال كانت على الاقل تبقى فيه ميه موجوده، الارض مش عايزه تشرب. انا جنب النيل ومش قادر اجيب، مش قادر ازق الزرع. اعمل ايه؟ راح ادق في الحكومه ما ينفعش. عايشين فوق. الراجل البحار ماسك الميه سيدها من فوق. حقاش يكون واحد مرتاح وقاعد على الكرسي كده اهوت يروح يديله 100 جنيه عشان يسقي الارض بتاعته. القائمة بتاعتي تنمية الصعيد، مش هدفي تنمية شخص، مش هدفي ان انا اعمل مصلحة ليا انا شخصية، هو انا مش محتاجة ان انا اعمل ليا اتعين مثلا او اعين حد من قرايبي، لا انا عايزة اعمل تنمية للصعيد كله، عايزة اعمل يعني اوفر فرص عمل مش شاب ولا اثنين ولا عشرة، عايزة اوفر فرص عمل ل100,000 شاب. اللي احنا عايزينه للمركزية في القاهرة، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، المركزية احنا الصعيد مهمش لابعد مدى حضرتك تتخيليه، يعني كون ان حضراتكم تيجوا وتصوروا مع مرشح شاب في المنيا فدي حاجه تحسب ليكم ان انتوا فكرتوا في الصعيد، لكن الصعيد في الاغلبيه هو مهمش الاعتماد الكامل على المركزيه في القاهره. انا عايز اقول لهم لا، ده ممكن من الصعيد يطلع شاب سنه صغير يقدر يتكلم باسم شباب الصعيد في مصر في المركز. هذه هي المنيا المعروفة بعروس الصعيد، بقيت دولة مستقلة حتى عصر ميناء موحد القطرين قبل نحو 5,000 عام، فأي مجد تحمل حتى وإن كساها الغبار؟